غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مين؟ اهلا وسهلا، معك ابو مريم. قوم يا فندم. ممكن اخد بركه بس اعرف بكلم مع مين لو تكرمت؟ حضرتك عامل اعلان كنت عاوز استفسر عنه يعني. الاعلان عن ايه؟ مطلوب خدام شباب وشابات ينضمون لخدمه اخبار كنيستي. انت مش اتصلت ليا قبل كده حضرتك؟ ام نوت شور، مش متاكد عشان اكون صادق معاك. مش متاكد. طب حضرتك كلمني على تليفون ارضي، تليفون 012 او 010 او 011 حضرتك. طب اديني الرقم انا اتكلم بيه عليه، اديني الرقم وانا اتكلم عليه. حضرتك متواجد فين؟ انا فاهم، انا فاهم، انا عاوز استفسر على استفسار بس. انا عاوز استفسر منك بس استفسار. انا هقول لك الاستفسار. هتستفسر على ايه؟ ما انا اهو. لا لا لا، هذا ليس مش هو ده السؤال. او وانا بجاوبك، عايز تستفسر عن ايه؟ طيب حضرتك وانا جاوبك. طيب ماشي ماشي، يعني بس يا ريت يكون عندك سعه صدر. ان هو يعبد انسان مثله، كان بياكل ويشرب انت تقنعه ازاي؟ انت تقنعه ازاي حضرتك؟ انا بسالك انت، كيف انا بسالك ايه واحد تقنعه ازاي؟ انا اقنعه بايه؟ سؤال موجه ليك يا عم. انت ليه تسالني؟ انت حضرتك بده خدمه اخبار الكنيسه. لا انت استاذ، خلي عندك ساعه يا استاذ، خلي عندك ساعه صدر. كيف تقنع شخص غير مسيحي يعبد انسان مثله، كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز وفي الاخر مات؟ رد لو تكرمت. يتبول ويتبرز؟ امال يسوع مش كان بياكل؟ لا انت شكلك شكل يا يا استاذ الكريم، يا سامع يا استاذ، يا سامع ما كانش بيتبول ويتبرز، انت سالت ليه؟ ما انت بتعبده زعل يا سبحان الله. يا سامع ما كانش بيتبول ويتبرز؟ مش بيقولوا انسان كامل واله كامل؟ امال الاكل كان بيصرفه فين يا سامع؟ كان بيصرف الاكل فين بعد ما ياكل؟ سبحان الله، غريب جدا. كان معانا لواح مباشره الان خدمه اخبار كنيستي بالاقصر واسنا وارمان. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء.